عندنا الآن مراتب الإيمان بالقضاء القدر أربعة يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء القدر علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين العلم والكتابة والمشيئة والخلق العلم أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه هذا العلم الكتابة أمر الله سبحانه وتعالى القلم بأن يكتب مقدير كل شيء إلى أن تقوم الساعة كل شيء مكتوب الثالثة المشيئة للعبد مشيئة وإرادة نعم لكن تحت مشيئة الله النافذة فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأتوا حرثكم أن شئتم الرابع الخلق فالعبد مخلوق واعماله تابعه له فهي مخلوقه والله خلقكم وما تعملون